وأما الفرق بين قتال البغاة وبين قتال الخوارج، فالبغاة ليسوا خوارج، البغاة لا يكفرون بالكبائر ولا يرون الخروج على الأئمة العدول، بخلاف الخوارج فإن يكفرون أصحاب الكبائر ويرون تخليدهم في النار ويرون الخروج على الأئمة العدول. البغاة هم طائفة خرجوا على السلطان عن تأويل، وهؤلاء لا يقاتلون ابتداء وإنما يناظرون وينظروا في تأويلهم وشبهتهم، فإن كان لهم شيء من الحق وجب قبوله، وإن كانوا على باطل وجب البيان لهم، ويتركون ما لم يقاتلوا ويريقوا دما أو يخرجوا عن الطاعة، فإذا فعلوا شيئا من ذلك قوتلوا، لأن الله جل وعلا قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. إذا الأصل في ذلك هو الصلح حتى تبغي الطائفة، فإذا بغت وتعذر إصلاحها وخشي من بقائها من الضرر والفساد تعين قتالها إلى أن تفيء إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الخوارج فهؤلاء يكفرون أهل الكبائر، وقد كانوا يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويكفرون كل من كان معه، ويحكمون على أهل الكبائر بالنار، وأن من دخل منهم النار لا يخرج منها، وينكرون الشفاعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وتواترت الأحاديث في ذلك، ومن ثم اختلف العلماء في كفرهم، وذلك على قولين: القول الأول أنهم ليسوا بكفار، وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وعلي رضي الله عنه هو اللي تولى قتالهم وما كان يرى كفرهم، وذهب طائفة من العلماء إلى أنهم يكفرون، وهذا ظاهر المنقول عن أبي أمامة وابن عمر، وذهب إليه طوائف من الفقهاء ومن العلماء من فصل بين المتقدمين منهم والمتأخرين. يجوز قتال الخوارج ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فهذا دليل على جواز قتالهم ابتداء، وإن كان ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الأفضل والأولى هو البدء بالمناصحة، لأنه قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم بالقتال، وهذا قد يكون على وجه السياسة الشرعية لا على وجه الحكم الشرعي. الناس اليوم يعتادون في قذف من يخالفهم بأنه من الخوارج، فأصبح الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من الخوارج، وأصبح الذي يكفر المرتدين من الخوارج، وأصبح الذي يشاهر بأهل الفساد وأهل الزيغ والانحراف من الخوارج، وأصبح الذي يتحدث عن نواقض الإسلام من الخوارج، حتى أصيب طائفة من الناس بانهزامية فأصبح لا يتحدثون عن الزنادقة والمرتدين خشية أن يقول عنهم أهل الضلال بأنهم خوارج. وفي كل عصر المرجئة يسمون أهل السنة خوارج، قد قيل هذا عن الإمام أحمد بأنه من الخوارج ولا ضره، وقيل عن ابن تيمية بأنه من الخوارج ولا ضره، وقيل عن ابن القيم بأنه من الخوارج كما قال ابن القيم في النونية. ومن العجائب أنهم قالوا لمن قدان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. وقيل عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله من الخوارج إلى الآن وهو يوصف بأنه من الخوارج. وهذا سلاح المرجئة وسلاح العجزة والقاعدة، ما عندهم قدرة على المناظرة، كما قال عنه الشاعر ما عندهم عند التناظر حجة أن بها لمقلد حيراني، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطاني، فهم لا يستطيعون المناظرة ولا قرع الحجة بالحجة، فيستروحون إلى قذف الناس وتبديعهم وتضليلهم ووصفهم بصفات أهل البدع للتنفير عنهم، لأن الناس إذا قيل عن فلان بأنه خارجي ينفرون عنه ظنا منه أنه الوصف هذا هو وصفه، لأن هؤلاء اللي يصفون الناس بمذهب الخوارج هم لا لهم دين وليس لهم ضمير ولا أمانة، المهم أن ينفذوا هذا المشروع الإرجائي. فكل من قيد نواقض الإسلام بالجحود أو الاستحلال أو التكذيب أو غير ذلك فهو من المرجئة، وهذا مذهب الجهمية الإناث، وهم يصفون أهل السنة بأنهم خوارج، فلذلك يجب التحقق من هذا المذهب في من وصف به، ولا يقبل قويل أهل البدع وأهل الضلال في الناس.